تتفق معايا ان النادي الاهلي مصدر سعاده الشعب المصري او جماهير النادي الاهلي او الكره المصريه؟ انا شوف بقول لك على نفسي الاول، انا بس بحمد ربي سبحانه وتعالى ان انا لعبت مع مجموعه كبيره من اللعيبه الموهوبين جدا، كنتش اتمنى ما كنتش منتظر هذا، ان دربت مجموعه من الافزاز ومنهم كابتن مصطفى ربنا رئيس يخليك الوجهك، كابتن، كابتن الخطيب وطاهر ابو زيد، وخلينا طبعا الاسماء كلها، وربيع ياسين وعبد الغني وعلاء ميهوب ميهوب وكل المجموعه، مجموعه رائعه جدا، مش عايز انسى محمود صالح وضياء السيد و محمد حشيش وثابت البطل الله واكرامي يرحمه وشوبير وحشيش لعيبه، وبعتذر عن ان نسيت اي حد لا لا لان لا الوقت طبعا لا يسمح. انما دي كانت سعاده كبيره ان انا لعبت مع احسن مجموعه ودربت افضل مجموعه، وبحس ان انتمائي للنادي الاهلي مصدر سعاده وراحه ليا كبيره جدا وفخر بانتمائي لهذا النادي ده العريق. بالنسبه للكابتن طه. نعم. انما انا بتكلم بالنسبه بصفه عامه بقى. لمصر كلها، فرحه الكوره كلها بتيجي في النادي الاهلي. نعم. في انديه اخرى بس بعض الناس ممتازه. الكابتن يقول لك انتم متحيزين قوي للنادي الاهلي فبتقولوا لا الكلام ده. لا انا هقول يعني بصراحه، يعني في طيب انديه قبل ما تقول السعاده والفخر والكلام ده كله